ICT Chapter 7 The Systems Life Cycle. تعال نشرح التشابتر ده إن شاء الله، بس التشابتر ده عامل زي ما يكون بزنس. ما احنا بندرس اي تي، بس الاي تي شغال في البزنس. ليه؟ لان الشركه، عندك شركه، يعني تعال اقول لك القصه بتاعت المساله دي وهي فين ما بين البزنس وما بين الاي تي. انا عندي شركه، يبقى ده بزنس، بتبيع وبتشتري وعندها كاستمرز، يبقى ده بزنس، وما كانش فيها كمبيوتر، يعني هي بزنس وخلاص. وبعدين قرروا ان هم عاوزين يعملوا كمبيوتر سيستم للشركه ده، هي يعني الشركه تبقى كمبيوترايزد. تمام؟ طيب هقول لك فكره ما تنفعش. ليه بقول لك فكره ما تنفعش؟ عشان تعرف ان الحاجه السهله ما تنفعش. احنا هنجيب جهازين كمبيوتر ونوفق عليهم شويه برامج وهو اكيد هيساعدوا. لا، ما ينفعش. انا هجيب شخص اسمه Systems Analyst، ده دارس بزنس ودارس اي تي. يبقى Systems Analyst ده دارس بزنس ودارس اي تي، هيدرس الريكوايرمنت بتاعت شركتي في حاجه اسمها Analysis Stage، ويعمل ديزاين لنيو كمبيوتر سيستم في حاجه اسمها Design Stage. خلاص؟ عشان كده اللي تشابتر شويه بزنس على شويه اي تي. تمام؟ احنا هنجيب شخص اسمه سيستم اناليست، يدرس احتياجات الشركه، يعمل بقى انترفيوز وكويستشنيرز مع الموظفين ويحدد الريكوايرمنت. طب ده كده كلام بزنس. وبعدين يقعد يعمل ديزاين للكمبيوتر. هقول لك ايه في الديزاين ستيج احنا ذاكرناه. يبقى اول ستيج يا شباب اسمه اناليسيس. ما هو الستيجز دي لازم نذاكرها. اول ستيج اسمها اناليسيس، بيدرس الريكوايرمنت بتاعت الشركه. وبعدين ديزاين، بيعمل ديزاين للكمبيوتر سيستم. يعني ايه ديزاين؟ يصممه على ورق. ديزاين يعني يحدد ايه اللي مطلوب. ديفلوبمنت بقى يا شاطرين، ديفلوبمنت يعني برمجه اكشوالي على الكمبيوتر. يبقى الاول ديزاين، يعمل له ديزاين، وبعدين ديفلوبمنت يحطه على الكمبيوتر. تمام؟ ديفلوبمنت يحط يعمله كمبيوتر، وبعدين اسمها ديفلوبمنت اند تيستنج، يعمله على الكمبيوتر ويتاكد ان هو شغال على الكمبيوتر از ريكوايرد. ماشي؟ طيب يبقى احنا قلنا ديزاين دي هتبقى على ورق، تصميم يعني، وديفلوبمنت هيبنيه على الكمبيوتر. وبعدين implementation، يخلي بقى الموظفين يشتغلوا عليه ويدي لهم تريننج. يبقى الستيج اللي بعدها اسمها implementation. هنشوف جوه implementation ايه ونذاكر ونعرف الاسئله عليه، اسئله قد كده. خلاص؟ يبقى implementation بيشغل السيستم ويخلي الموظفين يتدربوا عليه، يعني عامله زي ما تكون بزنس. ما هي implementation دي بزنس. هقول لك دلوقتي القصة عاملة ازاي. طيب بعد كده ستيج اسمها documentation. يعني ايه؟ يعمل مانيوال بقى للسيستم. مش انت لما بتشتري كمبيوتر ولا ديفايس بيجي معاه يوزر مانيوال؟ طيب هو documentation دي هتبقى كأنها يوزر مانيوال. وحاجة تانية كمان هقولها لك في وقتها، دي اللي هي documentation. اخر حاجة بقى بيعمل evaluation، بيشوف اليوزر ريسبونس. اخر حاجه اللي هي الايفالويشن، بيشوف اليوزر ريسبونس، مبسوطين من السيستم مش مبسوطين، هاو ساتيسفايد ذي ار. علشان لو ما كانوش ساتيسفايد بيرجع تاني على اناليسز ويطور السيستم انتل ات از اكسبتد. المهم يا بهوات، اللي انا شرحته لكم ده اسمه سيستم لايف سايكل. ادي السايكل اهو، من اول ديزاين واول اناليسز، وبعدين ديزاين، ديفلوبمنت اند تيستينج، امبلمنتيشن، دوكيومنتيشن، ايفالويشن. كل ستيج من دي هنقعد نتكلم فيهم حبه. ترتيب اسامي الستيجز وترتيبها لازم يتحفظ، لانه جه مره في سؤال هوريها لك. تمام؟ المهم يا بهوات، دي اللي اسمها سيستم لايف سايكل.
تعال ندرس أول ستيج فيهم ألا وهي analysis. وسامحوني لو أنا بتكلم business، ما هو اللي تشابتر كده. طيب بص بقى يا سيدي، in the analysis stage the systems analyst needs to study the old system. ما احنا عندنا شركة فيها old system. يعني ايه old system؟ old days they are using one paper and pencil manual. هم عندهمش كمبيوتر، فالold system اللي هو المانيوال system مثلا. يعني يبقى بيجي السيستم analyst يدرس البيزنس شغال ازاي والold system. اصل خلي بالك السيستمز analyst ده مش موظف في الشركه، ده بارت تايمر، ده اكسبرت، فهو جاي جديد على الشركه مش عارف فيها ايه، فبيعمل حاجه اسمها researching and collecting information. طب how the systems analyst would research or collect information؟ بص يا ابني، اول حاجه هيعمل observation، يتفرج على الموظفين وهم شغالين، وكده هياخد فكره. This will allow him to get an overview of the system. يبقى ممكن يعمل ايه؟ observation. طيب بعد ما شبع فرجه، يعني هو قاعد يعمل observation لخلاص بقى عاوز يعمل حاجة تانية، ممكن يعمل interviews. بس الانترفيوز مع الموظفين المهمين، لأن لو عدد الموظفين كتير قوي مش هيقدر يعمل interview، بياخد وقت كبير. طيب لو عدد الموظفين كتير أو مش قادر يعمل interview، ممكن يعمل حاجة جديدة، حاجة جميلة اسمها questionnaires. يعني الأسئلة اللي هو عايز يعرف problems with the old system، عايز يعرف requirements from the new system. فالمدير يعمل معاه interview. طب والworkers كتيرة قوي، ياخد وجهة نظرهم ازاي، يعمل لهم questionnaire. ماشي؟ طيب يبقى قلنا في ثلاثة طرق، أربعة هم أساسا: observation يتفرج على الموظفين وهم شغلين، interview يقعد يسألهم أسئلة، وبعدين questionnaires الموظفين الكتير بقى اللي هو مش قادر ما عندهمش وقت يعمل معهم interview، هيوزع عليهم ورق فيه الأسئلة ويلم الإجابات. دي بتبقى faster، ال questionnaires بتبقى faster than interviews. طيب رابع طريقة، بيقعد هو بقى يقرأ documents، يقعد يشوف documents بتاعت الشركة. احنا قلنا يا شباب ان الشركة دي شغالة manual، الفاتورة بتتعمل على ورق، يشوف الفاتورة ازاي ويدرسها. الديتا بتاعت الكاستمرز متسطرة كده جداول في ورق، يشوف التيبلز دي. اصل هو هيعمل داتا بيز، هو هيعمل داتا بيز يسجل عليه الديتا بتاعت الكاستمر، ده في النيو سيستم. فهو عايز يعرف الديتا اورجنايزد ازاي في الاولد سيستم عشان يعمل نفس الحاجة كمبيوترايزد، ونستفاد بقى من مميزات الكمبيوتر. ماشي؟ طيب يبقى الأربعة ميثودز دي نذاكرهم كويس. السؤال الشابتر ده جه عليه أسئلة كتيرة موت، جه عليه أسئلة يعني أنا بتاع مثلا 70 صفحة أسئلة. ماشي؟ هو ده بقى الهومورك، وعلى قد ما أقدر هعمل لك ريكوردينج وأنسرز ومش هسيبك خالص، بس أنت اجتهد الله يخليك. تمام؟ أديني بشرح لك أهو لايف علشان تفهم كل حاجة. مرة جه سؤال في امتحان بيقول لك give me the names of four methods of collecting information. هتكتب observation, interviews, questionnaires, examination of existing documents. طيب افرض بقى قال لك describe of each method. ادي الديسكريبشن. انا دلوقتي بقى يا هندسة داخل لك على كل method الديسكريبشن بتاعتها والادفانتجز والديسادفانتجز بتاعتها. طب الاوبزرفيشن تتشرح ازاي؟ اوبزرفيشن وحاطط لك صوره، يمكن الصوره تفهم اكتر من الكتابه. ماشي؟ اوبزرفيشن اوف ذا اكزيستنج سيستم اند وركرز ان اكشن تو سي اول اسبيكتس اوف ذا سيستم اند ا هول اوفر فيو اند تو سي هاو ذا اول سيستم وركس. يبقى دي كده يا شباب observation. تمام؟ advantages get an overview of the system، يبقى عنده overall view of the system.
inexpensive. الاوبزرفيشن ما بتكلفش، عارف ليه؟ لاني مش بعطل الانتاج، مش بعطل الموظفين عن شغلهم، هم شغالين وانا بعمل لهم اوبزرفيشن وخلاص. فا inexpensive method as the analyst is only watching the workers. طب ايه عيوبها بقى؟ people are uncomfortable، يعني الناس بتتفرج عليا وانا شغال. It is kind of uncomfortable. وبعدين people who violate the rules will not do that if they know they are being watched. هيمثل قدامي. طيب اهو ديني حطيت لك two disadvantages عشان لو اتزنقت. انا بنقي لك الحاجات دي من اجابات مارك سكيمز عشان اعرف هم وجهة نظرهم ايه في انجلترا، وتكتب حاجات تبقى هي اللي بتجيب درجات. خش على اللي بعدها. اللي بعدها اسمها ايه؟ انترفيوز. طب دي الديسكريبشن، انترفيو مانجرز. انا هعمل انترفيو مع المانجر. الوركرز كتير ومش هعمل لهم انترفيو. هعمل انترفيو اوف مانجرز اوف ذا اكزيستنج سيستم باي اسكينج كويستشنز فيس تو فيس. ما هو الانترفيو بيبقى فيس تو فيس. الادفانتجز، كويستشنز كان بي اكسبلايند. اصل خلي بالك، ادفانتجز اوف انترفيوز كومبيرد للكويستشنيرز. في الكويستشنيرز انفلكسبل، انا بحط شويه اسئله كده وخلاص، لا اقدر اشرحها تاني ولا اقدر اغيرها بعد ما اتطبعت. فالانترفيوز فلكسبل. في ايه؟ كويستشنز كان بي اكسبلايند، كويستشنز كان بي تشينج. ده انترفيو. اوبن اند اونست از مور اوبن اند اونست. كان ديتكت بودي لانجويج، اقدر اشوفه كده هو منفعل جدا لان في حاجه مضايقاه جدا، يبقى دي لازم تتصلح. في الكويستشنيرز انا بشوفش هو انطباعاته ايه، فبشوف الريسبونسز وخلاص. Disadvantages of interview: time consuming يا سيدي. الانترفيو بياخد وقت طويل. Expensive لانه بيعطل الموظفين وبياخد وقت طويل من السيستمز analyst. Workers may not be available. انا عايز اعمل انترفيو وفي conflict. عاوز اعمل انترفيو وفي conflict. المهم ادي الانترفيوز، مميزات وعيوب الانترفيوز. تمام؟ طيب اللي بعدها questionnaires. ماشي؟ اللي بعدها questionnaires. ما هو لو عدد الموظفين كتير هروح داخل على questionnaires. Distribute questionnaires to users of the existing system asking questions about the system in hard copy form. طب ايه مميزات الكويستشنيرز؟ فاستر عكس الانترفيو، تشيبر عكس الانترفيو. الانترفيو بياخد وقت ومجهود وفلوس. They can fill in the questionnaires in their own free time. طب عيبها ايه بقى؟ Not flexible, responses may not be truthful as it is anonymous and workers may not take it seriously. يقعد يخبط كده في الاجابات اي حاجه ويروح باعت وخلاص. ماشي يا شباب؟ طيب اخر حاجه بقى من الثلاثه ميثودز. احنا كل ده بنشرح في ايه؟ كل ده بنشرح يا شباب في اللي اسمها اناليسز، اللي هي الاستيج الاولانيه، عشان بس ما ننساش. تمام؟ طيب يبقى دلوقتي اخر حاجه examination of existing documents. يقرا الدفاتر والمستندات بتاعه الشركه. ليه بقى؟ examining documents to see input and output. اعرف ايه الداتا انبوت اللي بتخش الشركه وايه الداتا اوتبوت اللي خارجه من الشركه. Can see details of input and output. Can understand the flow of data. الداتا رايحه فين وجايه منين، ما هو الداتا كلها على ورق. Disadvantage برضه time consuming to go through all the documents. يبقى احنا ذاكرنا واكسبنسيف برضه spend a lot of time going through documents. يبقى احنا ذاكرنا الاربعه methods of collecting information. بعد ما يشبع بقى collecting information يعمل ايه؟ recording and analyzing information about the current system. recording and analyzing information about the current system. بيسجل بقى كل الحاجات اللي هو اكتشفها. يعرف ايه الانبوتس وايه الاوتبوتس وايه البروسيسنج. يعرف problems with the current system. Identify the user and information requirement of the new system. خلاص؟ كل الحاجات دي
about the new system. ماشي؟ طيب بعد كده يعمل system specification. ماشي؟ Identify suitable hardware and suitable software. يحدد، ما احنا دلوقتي داخلين بقى على الديزاين. داخلين على الديزاين. يحدد suitable hardware وsuitable software. تمام؟ طيب بعد ممكن في السوفتوير بقى ممكن يعمل ايه؟ في السوفتوير ممكن يعمل ايه؟ تعال نعيد تاني. Recording and analyzing information about the current system. الراجل عمل observation وinterviews وquestionnaires وexamination of documents. يسجل كل الحاجات اللي هو اكتشفها. Recording. يكتب الحاجات دي على ورق. يجمع المعلومات ويسجلها. هو بعد بيعمل recording وanalyzing لكل المعلومات اللي جمعها. To identify the input. يعرف بقى ايه الداتا انبوت في الكمبيوتر عشان هيعمل كمبيوتر سيستم بياخد نفس الداتا انبوت وايه الاوتبوت من السيستم وايه البروسيسنج. يحدد بروبلمز، ايه العيوب اللي في الشركه عشان هو بيعمل ديزاين للنيو كمبيوتر سيستم يبقى اوريدي اوفركمينج ذوز بروبلمز. يحدد الريكويرمنتس، ايه ريكوايرد، ايه اللي هو ريكوايرد من الكمبيوتر سيستم. يبقى دلوقتي بيعمل ريكوردينج واناليزنج انفورميشن اباوت ذا كرنت سيستم، بيحدد الانبوت والاوتبوت والبروسيسنج، بيحدد البروبلمز، النقاط الضعف في الاولد سيستم، واليوزر ريكويرمنتس، اليوزرز عاوزين ايه من النيو كمبيوتر سيستم. خلاص؟ طيب. وبعدها System Specification. يقعد بقى يوصف System Specification. ماشي؟ Identify suitable hardware for the new system. يشوف بقى ايه اللي محتاجه من new system. ايه السوفتوير اللي محتاجه للنيو system. كل ده يا اخوانا بيعمل لسه planning. تمام؟ طيب. يبقى يحدد الايه System Specification. طيب هو دلوقتي محتاج برامج. في سكتين عشان يجيب البرامج. ممكن يشتريهم جاهزين او يجيب بروجرامر يعمل لي البرنامج ده. دلوقتي السوفت وير كان بي اوف ذا شيلف، بجيبه جاهز. ده ليه مميزات طبعا. وسبيشالي ريتن، بجيب بروجرامر يكتبه ليا مخصوص. طيب تعالى بقى نشوف مميزات كل طريقه. لو انت جايبه اوف ذا شيلف هيبقى تشيبر، ليه؟ بدل ما تجيب بروجرامر وتدفع له قد كده علشان يعمل لك بروجرام. يبقى اوف ذا شيلف هيبقى تشيبر وهيبقى مور ريلايبل، لان انت مثلا جايبه من مايكروسوفت ومايكروسوفت كل حاجه عندها ريلايبل وفي ريجولر ابديتس ومور سبورت. بصراحه الاوف ذا شيلف، بس المهم الاقي اللي انا عايزه جاهز واشتريه وخلاص. لو ليا specific needs مش موجوده في الريدي ميد بروجرامز هضطر اعمله specially written. ليه؟ السبيشالي written بقى بجيب بروجرامر يعمل لي برنامج ليا انا لوحدي، فميتس كاستمرز نيدز از ذا سوفتوير از specially designed فور ذا كاستمر. يبقى البرنامج اللي specially written exactly على حد على قد ما انا عايز، حتى ما فيهوش additional features. اصل ال additional features هتاخد more memory. لو ما فيهوش additional features هيبقى less memory و easy to use. ما انا مش عاوز فيه additional features تاخد معايا memory وتزود لي complexity. وكمان can be changed. الاسبيشالي ريتن ده كان بيتشينج لان البروجرامر هو كاتبه لي. المهم يا ابني ممكن نجيب البرامج ريدي ميد اوف ذا شيلف او سبيشالي ريتن. تمام كده بقى خلاص كده ذاكرنا اول ستيج اللي هي اسمها اناليسز ستيج. خلاص كده ذاكرنا الاناليسز. نخش بقى على ديزاين. وتعالى اقول لك في حاجات جميله في الديزاين. يعني ايه ديزاين؟ بيعمل تصميم لكمبيوتر سيستم.
بس هو بصراحة بيركز في الديزاين على ديزاين لديتابيس. طب ما ديتابيس ده اكسس، طب ما احنا مذاكرينه ثيري وبراكتيكال، طيب حاجات كتيرة جاية من الديزاين اوريدي مذاكرها، فانا همشي عليها شوية بسرعة، ما احنا اوريدي مذاكرينها. طيب في الديزاين اول حاجة بيعمل ديزاين للديتا اند فايل ستراكشر، اكنك فاتح الاكسس واول حاجة بتعمل امبورت التيبل، بتحدد الفيلد نيمز والديتا تايبس. يبقى دلوقتي بيعمل ديزاين للديتا تايبس والفيلد نيمز والديتا تايبس، ماشي؟ طيب بيعمل ديزاين للديتا كابشر فورم. بقول لك ايه، الفورم دي احنا ذاكرناها مع اكسس، الفورم دي درسناها مع الداتابيس. طيب ما هي بتيجي تاني، ماشي؟ الفورم اللي يبقى لها تايتل ويبقى لها بوكسز اوف ابروبريت سايز، مثلا دي راديو بوتنز، ده انت بتعملها براكتيكال، وده دروب داون منيو، وهنا سيف ولا كانسل، وحاطط هنا تايتل. الحاجات دي كلها مذاكرينها يا شباب، تعال نعملها بسرعه. الداتا كابشر فورم والسكرين لاي اوت، اللي انا شرحتها لك دي سكرين لاي اوت. الداتا كابشر فورم اللي هي الاستماره بتجمع عليها الداتا على ورق، هشرحهم لك دلوقتي، بس الحاجات اللي احنا مذاكرينها ما احنا مذاكرينها. الريبورت، مش انت عارف ان الاكسس في الاخر بتعمل كويري وبعدها ريبورت، بتعمل له ديزاين بقى للريبورت عشان هو ده الاوتبوت. وفاليديشن، هنقعد نذاكر كتير في الفاليديشن، ما احنا ذاكرنا فاليديشن براكتيكال لما قلت لك انتر مثلا ام ولا اف اللي هي ميل وفي ميل، طب ما هي دي فاليديشن. لما مثلا كان درجه الطالب من 0 ل 100، طب ما دي فاليديشن جت في البراكتيكال. طيب هنذاكرها دلوقتي ثيري. طب بقول لك ايه، الديزاين ستيج ان شاء الله معظمه عارفينه، يبقى نمشي بسرعه شويه، ما دام احنا عارفينه نمشي بسرعه. بس اهم حاجه لو قال لك تاسكس، كل الحاجات دي يا اخوانا اتقتلت اسئله، ما فيش تنتوفه فيهم ما جاتش عليها اسئله. يعني ممكن يقول لك what are the tasks performed in the design stage، هتقول له design of data and file structure، design data capture form اللي هي على ورق، design screen layout اللي هو screen display، design report ما انت عارف الاكسس بيطلع report، design الفاليديشن هنشرحها دلوقتي كتير. طيب تعالى نمسك اول واحده، design data and file structure اللي هي دي، بتحدد فيها ايه، الفيل نيمز والديتا تايب والبرايمري كي اللي هو ما بيتكررش والفيلد لينث، كل فيلد مثلا بعمل له كام كاركتر، والفاليديشن رولز. كل الحاجات دي بنعملها على اكسس. يبقى ده الشرح بتاع اول واحده اللي هي ديزاين داتا اند فايل ستراكشر، ديزايننج سيستم انبوت. الانبوت بيبقى ايه؟ الانبوت على مرحلتين يا شباب، الاول بجمع المعلومات واكتبها على ورق، بتبقى فورمه بس بحطها في فورمه، يعني دي اسمها داتا كابشر فورم، بجمع المعلومات واحطها على ورق، وبعدين سكرين لاي اوت باخد من البيبر واكتب على الشاشه. يا ريت الاثنين دولت الديزاين بتاعهم يبقى سيميلر، عشان نفس ترتيب المعلومات على الورق هو نفس ترتيب المعلومات على الشاشة، على الأقل يقلل الايرورز، بدل ما اكتب حاجة بدل حاجة والدنيا تبقى مليانة ميستيكس. طيب يبقى دي اللي هو ديزايننج ذا سيستم انبوت. داتا ماست فيرست بي كابتشرد اللي هي كولكتد ان ا واي ذات ميك ات ايزي تو انبوت، يعني بكتبها على ورق. داتا از كابتشرد، بكتبها على ورق. Data must then be input to the computer، بدخلها للكمبيوتر من خلال الفورم ده هي يا شباب. خلاص؟ يبقى هو ده الديزاين للانبوت. عايزين data capture method و input method that best suit the requirements of the new system. يبقى أول حاجة designing data capture form. يبقى أول حاجة designing data capture form،
بعمل ديزاين للفورمة اللي على الورق عشان اكتب فيها المعلومات اللي هي application form. خلاص يبقى designing data capture form اللي هي application form. You fill data before it is entered to the computer. It is similar to the on-screen data input form. يبقى أول حاجة بتجمع المعلومات على ورق. تاني حاجة بتكتبها على الشاشة اللي هي on-screen data input form. دي احنا درسناها مع Access. درسناها مع database. طيب تعالى أفكرك بكل اللي احنا درسناه مع الداتابيس. Designing on screen data input form اللي هي الفورم بتاعت الاكسس. تعال اشرح لك الفورم دي. Well designed screen input form لازم لها تايتل. لازم لها meaningful تايتل. ويا ريت يبقى فيه help instruction. الفيلد نيمز بتبقى كده تحت على الشمال تحت بعض. الفيلد نيمز بتبقى على الشمال تحت بعض. والبوكسز بيبقى لها ابروبريت سايز. البوكس ده صغير شويه على قد الداتا اللي فيه ودولت كبار شويه على قد الداتا اللي فيه. يا ريت نستخدم بقى مثلا حاجه زي الراديو باتنز. لان الجندر ميل وفيميل بعملها بالكليك بدل ما اكتب تكست يعني. طيب الديت اوف بيرث متقسمه 3 بوكسز، 2 للداي و2 للمانث و4 للير. الديبارتمنت ينفع اعملها دروب داون، عملنا كل الكلام ده براكتيكال. خلاص؟ ده حتى ساعات بيجي لك في البراكتيكال بيقول لك ايفالويت. ساعات بيقول لك ايفالويت How well this form is designed. تعال اقول لك الفيتشرز بتاعت well designed on screen input form. انا بدرسها لك دلوقتي ثيري بس هي احنا عملناها براكتيكال فاحنا مجربينها. لازم لها appropriate title. لازم الفورم يا شباب يبقى لها appropriate title. لازم لها clearly defined input areas. ادي الارياز دي ار فيري كلير تو انتر ذا داتا، حتى البوكسز كبيره وصغيره على قد الداتا. ابروبريت سبيسنج، ما احنا قلنا بقى كبيره وصغيره على قد الداتا. وبعدين الفونت كلر والفونت سايز والباك جراوند كلر والفور جراوند كلر يبقوا ايزي تو ريد. يبقى الالوان سنسبل. ايزي تو فولو انستراكشنز. اهو مثلا please complete all the fields. تمام؟ drop down list ما هي بتسهل. ادي الدروب داون منيو. ده تكست بوكس وده دروب داون منيو وده تيك بوكس وده سيلكشن بوتن وده اكشن بوتن. التكست بوكس بنعمله عادي، دي عملناها في البروجرامينج، دي عملناها في البراكتيكال. اللي هو مثلا الديبارتمنت الديبارتمنت ممكن تنفع تبقى دروب داون. ماشي دروب داون ليست. تيك بوكسز اور راديو بوتنز بيسهل يا شباب، مش كله كتابه، في حاجات بختارها بالماوس وبتسهل عليا. ما انا عايزه فيري ويل ديزايننج. امال احنا بندرس ايه؟ ذا بيست ديزاين. وبيجي لك كمان في امتحانات الثيري يطلب منك ترسم الفورم دي. ترسمها في ورقة الامتحان، ما هو ده ديزاين. كل اللي أنا بشرحه دلوقتي ديزاين، يعني برسمه على ورق. فبيجي لك في الامتحان يقول لك ارسم لي فور، والبوكسز بقى تبقى كبيرة صغيرة، تحط نافيجيشن باتنز اللي هو نكست ريكورد وبريفيوس ريكورد، نافيجيشن باتن، سيف وسبميت وكنسل. طيب ما هو كده بقى ده الاون سكرين داتا انبوت فور. اديني شرحت لك كل كبيره وصغيره واوريدي انت عاملها على البراكتيكال مع الاكسس. طيب يا حبايبي يبقى دي من الديزاين. يبقى دي من الديزاين.
يبقى احنا خلصنا دلوقتي ديزاينر داتا كابشر فورم اللي هي على ورق، ديزاين سكرين لاي اوت وسكرين ديسبلاي اللي احنا عملناها براكتيكال مع اكسس. ديزايننج ريبورت ماشي، ما هو الاوتبوت هيبقى على ريبورت، ممكن يبقى اون سكرين او برينتد. واللاي اوت بقى، ما انت في الاخر بتعمل الريبورت ويزرد وتحدد الفيلدز اللي انت عاوزها وتوسع وتضيق، تتاكد ان كل حاجه فيزبل. يبقى ديزايننج ذا سيستم اوتبوت هيبقى اون سكرين ولا برنت. يبقى احنا كده شرحنا كل حاجه ما عدا حاجه واحده، شرحنا كل حاجه ما عدا الفاليديشن. تعالى بقى افكرك بالفاليديشن واعملها لك براكتيكال. هفتح لك برنامج اكسس، عملناه قبل كده، كل ده عملناه قبل كده. هفتح لك برنامج اكسس واشغلك شويه حته براكتيكال، بس احنا مش بنشتغل براكتيكال، انا بوريك يعني ايه فاليديشن علشان ما اقعدش اشرح واتعبك واتعب نفسي. انا هوريها لك براكتيكال، هتخش المخ على طول، ان شاء الله الدنيا تبقى واضحه. طيب ده برنامج اكسس، ما احنا اشتغلنا عليه براكتيكال، وده تيبل اهو، ومحددين الداتا تايبس. يعني مثلا خلينا الستودنت نمبر الداتا تايب بتاعه نيوميريك اهو، ادي حتى هوم ديزاين فيو الستودنت نمبر الداتا تايب بتاعه نيوميريك. طب بص بقى، انا هعمل ميستيك، داتا تايب نيوميريك يعني المفروض ادخل ارقام. افرض انا عملت ميستيك اهو، عملت ميستيك وكتبت هنا ايه، عملت ميستيك يعني هعمل ايه، عملت ميستيك وكتبت هنا ايه. بص يا ابني الكمبيوتر رفضها لان ده invalid، انا مخليها data type numeric يعني هي بتقبل ارقام بس، data type numeric هي بتقبل ارقام بس، تمام، وانا مدخل فيها text ده كده يعني invalid. يبقى دي كده validation check، دي اسمها type check، the data violates the rule it is invalid. دلوقتي it is invalid مرفوضة خلاص. طيب هو ده بقى الفاليديشن اللي انا عايز اشرحه. انا محدد ان الداتا تايب نيوميريك وبعدين بالخطا دخلت تكس اترفضت، هي دي يا شباب اللي اسمها فاليديشن. دي رولز تو ميك شور داتا از سنسبل ريزونبل اكسبتابل. تعال اديك مثال كمان، تعال اديك مثال خلاص، تعال اقول لك انا هعمل اسكيب وامسح الاي دي لانه هو نيفر هيقبلها لانها invalid. طيب تعال اقول لك رول كمان انا اوريدي عامله في الاكسس، مش مهم نعمله ازاي، انا بس ايه عامله في الاكسس. انا محدد ان الاي دي نمبر ده الكانديديت نمبر، محدد ان الاي دي نمبر اللي هو الكانديديت نمبر 4 ديجيتس ان لينث. اي طالب اي جي عارف ان الكانديديت نمبر 4 ديجيتس، اعملها براكتيكال. بص حتى اعملها ازاي، اعملها لك هنا لايك 4 كويستشن ماركس. المهم تعالى بس دلوقتي انا هعمل خطا، همسح واحده علشان يبقوا 3 ديجيتس بس. ايه ده الكمبيوتر رفضها لان انا مديله فاليديشن رول انها لايك 4 علامات استفهام، ده معناها ان اي 4 ديجيتس دي يا شباب اسمها فاليديشن تشيك لينث تشيك. في المساله دي لينث تشيك فور 4 ديجيتس، والديتا اللي انا دخلتها دي invalid مش مقبوله اساسا invalid، عشان كده الكمبيوتر مش بيقبلها بيرفضها. طيب ده مثال برضو على data validation. انا وريتك دلوقتي type check اللي هي كان المفروض numeric وانا بالخطأ كتبت text، وبعدين وريتك بعدها length check اللي هو length بتاع candidate number المفروض يبقوا 4، انا بالخطأ كتبتهم 3 او 5. تعال اوريك رول كمان، الرول اللي بعدها دي جت في امتحان مرة practical. بص يا ابني بالنسبه للير جروب، الير جروب يعني هو في سنه كام،
انا عندي من اول يير 1 اللي هو اولى اعدادي لغايه يير 12 وبعد كده جامعه. طيب انا حاطط هنا بص الفاليديشن رول اهو بتاع الير جروب greater than or equal 1 and smaller than or equal 12. طيب تعالى بالغلط كده انا هكتب 15. على فكره 15 دي اوت اوف رينج وكمان الكمبيوتر رفضها لانها invalid. يبقى انا بدرس لك دلوقتي validation. انا بدرس لك دلوقتي validation والvalidation دي اسمها range check. الvalidation دي اسمها range check. طيب اديني بقى وريتك الvalidation على البراكتيكال. تعالى بقى دلوقتي نقعد نشرحه كثيري ويمكن نرجع للفايل ده هوت كمان شويه. يبقى ايه بقى data validation؟ validation is the checking that data is sensible. ما هي لما تبقى ارقام ويخش بدلها text دي تبقى not sensible. يبقى validation is the checking that data is sensible, reasonable or acceptable. Validation is always carried out by the computer. Validation may include checking the data is the right type and format within the range of possible values. أول حاجة type check. أول حاجة type check. Check the data is of the correct type. Example, the letter A should not be allowed in a numeric field. أديني وريتها لك. Length check. Sometimes a certain item of information is always of a certain length. For example, the candidate number should be exactly 4 digits long. وريتها لك practical. Range check. أنا وريتك إن الـ year group من 1 ل 12. طب هنا كاتب لك إيه؟ إن الـ exam score أنا عامل امتحان من 100. يبقى الـ range من 0 ل 100 مثلا يعني الامتحان من 100 فأنا عامل الـ range من 0 ل 100. 101 مين هيجيب 101؟ طب تحت الزيرو مين هيجيب نيجاتيف 1 يعني؟ يبقى دي اسمها فاليديشن تشيك رينج تشيك. في كمان حاجات كتير ثانيه انا ما وريتهالكش براكتيكال. في حاجه اسمها فورمات تشيك. في حاجه اسمها فورمات تشيك. اللي هو مثلا التاريخ بيبقى تو ليترز وبعدها سلاش وبعدها تو ليترز وبعدها سلاش وبعدها 4 يير يبقى 2 ديجيتس فور ذا داي 2 ديجيتس فور ذا مانث 4 ديجيتس فور ذا يير. دي كده ليها سبيشال فورمات فدي عليها فاليديشن فورمات تشيك. وفي حاجه ثانيه ممكن تبقى انت مثلا في كلاس 10A او 11B او 12C فالفورمات بتاعي ازاي؟ ان هما 2 ديجيتس فولود باي 1 كاركتر تمام. يبقى ده فورمات تشيك. طيب فاليديشن كمان في حاجه اسمها بريزنس تشيك. ان الداتا اتكتبت وما اتسابتش فاضيه. مش ساعات انت بتقول ريكوايرد يعني لازم حد يكتب حاجه. ريكوايرد الفيلد ده ريكوايرد يبقى لازم يكتب حاجه. دي اسمها بريزنس تشيك. لوك اب تشيك. ساعات مثلا بتكتب الانترنت 3G 4G او 5G. السمستر مثلا اوتوم سبرينج اور سمر هي واحده من ثلاثه مثلا ساعتها بنسميها لوك اب تشيك. اخر واحده بقى اسمها تشيك ديجيت. ده بيبقى مع الباركود بيبقى رقم على الشمال كده كالكوليتد من الاذر نمبرز. ده اسمه تشيك ديجيت بيبقى كالكوليتد من الاذر نمبرز يوزنج ا سيرتن فورمولا. الكمبيوتر بيقرا الشرط دي بالباركود ريدر. ما هو انت عارف الباركود ريدر. واخر رقم على اليمين هو اللي تشيك ديجيت بيعمل كالكوليت للي تشيك ديجيت ويشوفه ذا سيم از ذا وان بريزنت اور نوت. If they are the same, numbers are correct. If they are not the same, numbers are incorrect. يبقى تشيك ديجيت اكسترا ديجيت ادد تو ا نمبر and calculated from it to make sure the number is entered correctly to the computer. Check digit is used to validate barcode. لو سألك اللي check digit بيستخدم مع ايه؟ بيستخدم مع الباركود.
والاي اس بي ان برضو بيبقى لها باركود. طيب the computer recalculates the check digit from the number in the barcode number and compares the calculated check digit with that recorded in the barcode. If they are the same then all numbers are read correctly. خلاص يا شباب كل اللي انا شرحته ده اسمه data validation. هو بيشوف الداتا sensible ولا لا. في حاجة قصة تانية بقى اسمها data verification غير الفاليديشن خالص. هما الاثنين to minimize errors بس دي بقى اسمها data verification. بدخل المعلومة على الكمبيوتر مرتين. نفس المعلومة بكتبها على الكمبيوتر مرتين. ليه؟ هو بيقارن أول مرة بتاني مرة لو زي بعض يبقى الداتا accurate. لو في اختلاف طب هي أنهي واحدة الصح؟ بيرفضهم الاثنين بقى ويقول لك error is detected. يبقى في حاجة اسمها data verification. ما تلخبطهمش بقى يا باشمهندس. دي اسمها ايه؟ data validation. بيتأكد الداتا sensible و reasonable يعني valid or not. التانية اسمها data verification. data verification. بيقارنها مرتين. اهو شوف دخلت الداتا مرة ودخلتها كمان مرة. بيقارنهم هما الاتنين مع بعض. لو طلعوا زي بعض خلاص ما هي نفس المعلومة دخلت صح الصح. يبقى كده accept. Is checking the data has been accurately copied from one medium to another. Verification can sometimes be carried by the user. أصل verification فيها double data entry. بكتبها مرتين. فأنا اللي بكتبها مرتين. أو visual checking بعد ما اكتبها على الكمبيوتر براجعها بعينيا وأتأكد إنها مكتوبة صح. يعني مثلا في المدرسة بيعمل لك إيه؟ أنت بتحدد الرغبات اللي أنت عايز تاخدها في كامبريدج. ماشي فأنت بتدخلوها على الكمبيوتر وبعدين يطبعوها ويدوها لك مطبوعة ويقول لك اقراها وأتأكد إن هي ده اللي أنت عايزه. دي اسمها visual checking أو visual verification. بعد ما تكتب المعلومة أخليك تقراها وتتأكد إن هي دي اللي أنت عاوزها. دبل تشيكينج يعني. أو تكتب المعلومة مرتين للكمبيوتر، ما هو ده دبل تشيكينج. خلاص؟ يبقى كومبير ذا تو فيرجنز. دي يا شباب اسمها داتا فيريفيكيشن. واللي قبلها كان اسمها داتا فاليديشن. داتا فاليديشن بيشوف الداتا فاليد ولا لأ. Data verification. Verification يعني تأكيد. تأكيد. Data verification. اللي هي double data entry. بكتب المعلومة مرتين. و visual checking. بكتبها مرة وراجعها بعناية مرة. Sometimes بعوزهم هما الاثنين. بحب أعمل verification و validation. عشان يخلي الداتا even more accurate. ليه؟ لأن validation بيتأكد إن الداتا sensible within range acceptable. الـ verification بيتأكد إن الداتا has been copied or transferred accurately from the original document. فهما الاتنين بيكملوا بعض. وفي حاجة تالتة اسمها proof reading. في امتحانات الـ practical في الـ word كان بيقول لك بقى راجع لي الدوكيومنت كده شكلها مناسب ولا لا. البروف ريدنج مختلف عن الفيريفيكيشن لان البروف ريدنج ببصه كده مش بعمل انترنج للديتا توايس. يبقى بروف ريدنج از سام تايمز ثوت تو بي فيريفيكيشن. ديفرنس بتوين فيريفيكيشن اند بروف ريدنج از ذات فيجوال فيريفيكيشن انفولف داتا بينج كومبيرد وذ ذا اوريجينال كوبي and double entry involve re-entering data twice. While proofreading only reading through the document اللي هي spelling and grammar mistakes. دي اسمها proofread. كل ده يا شباب علشان detect errors. وكل ده بقى شوف بقى لي وقت قد ايه بشرح فيه. كل ده يا شباب بقالنا بنشرح كل ده في الديزاين ستيج. وكده بقى خلصنا الديزاين ستيج. يا لهوي ده احنا تعبنا فيه. انا درست لك الاناليسز اللي هي اوبزرفيشن وانترفيوز وكوستشنيرز واكزامينشن اوف دوكيومنتس.
وبعدين درست لك الديزاين اللي هو بقى الفورم والانبوت والاوتبوت والفاليديشن. على فكرة دولت بياخدوا وقت كتير، الحبة الباقيين ما بياخدوش وقت كتير. هخلص ان شاء الله within our session. الستيج اللي بعدها يا بهوات development and testing. بص انا عملت الديزاين، من الديزاين بقى بعمل له development. يعني ايه development؟ ابرمجه، اخش بقى على اكسس واعمل البروجرامينج اللي انا كنت عايز اعمله. خلاص يبقى الستيج دلوقتي اسمها development and testing. باخد الديزاين اللي عملته، ما الديزاين ده كان على ورق، بقعد بقى على الكمبيوتر واعمل له development وابنيه على الكمبيوتر. يبقى development and testing. The system is created from designs and then tested. هقول لك دلوقتي testing بعملها ازاي، ده كان في اسئلة انتوا بتسألوا عليها هتبان حالا. الداتا والفايل ستراكشر اللي انا درسته وصممته في الديزاين ستيج بعمل له كرييت وتست. الفاليديشن روتينز بعمل لها كرييت وتست. الانبوت ميثودز بعمل لها كرييت وتست. الاوتبوت فورمات بعمل لها كرييت وتست. خلاص يبقى كل الحاجات اللي انا حددتها في الديزاين بعمل لها تست. تعال نذاكر بقى التست استراتيجي، بختبر كل حاجه واتاكد ان هو شغال as required. ما انا مش هسيبه بقى للموظفين وهم اللي يعرفوا ان في errors وتبقى فضيحه. ممكن السيستم يا شباب يتكون من modules، السيستم بيتكون من اجزاء، فانا بعمل development لكل جزء لوحده واعمل تيستينج لكل جزء لوحده وبعدين ادخلهم كلهم مع بعض واعمل ديفلوبمنت للحاجات مع بعض. يبقى ديفلوبمنت اند تيستينج. ماشي ديفلوبمنت اند تيستينج. يبقى تيست ايتش موديول وذ نورمال اند لايف داتا، تيست ايتش موديول وذ اب نورمال واكستريم داتا وتيست ذا سيستم از ا هول. تعال اقول لك بقى يعني ايه نورمال داتا واب نورمال داتا واكستريم داتا. تعال اوريها لك على الداتا بيس. مش احنا عاملين فاليديشن؟ ايه الفاليديشن؟ ان الير جروب من 1 ل 12. تعال نعمل له تيستنج. تعال دخل 7. على فكره ال 7 دي قبلها لانها نورمال. ما انا الرينج بتاعي من 1 ل 12 قبلها لانها نورمال. طب تعالى بقى انا هعمل حيله كده، هكتب 7 بالتكست. 7 بالتكست رفضها لانها اب نورمال، دي مكتوبه تكست كانت حقتها تكتب نيوميريك. يبقى دي كده اب نورمال لانها رونج، لانها اوف ذا رونج داتا تايب. الداتا تايب المفروض نيوميريك وانا كاتبها تكست. طيب يبقى التستنج انا اي تيست وذ رونج داتا تو ميك شور ذات رونج داتا از ريجكتد. تمام. طيب تعالى اجرب لك ال 13. انا اسف اجرب لك ال 13 اترفضت. ليه؟ لانها اوتسايد رينج، دي اسمها اب نورمال تيست داتا. يبقى ال 7 بالتكست دي اب نورمال عشان مكتوبه تكست. ال 13 بالارقام اب نورمال عشان اوتسايد الرينج. يبقى كده يا شباب في حاجه اسمها اب نورمال تيست داتا، في حاجه اسمها اب نورمال تيست داتا، وفي حاجه اسمها نورمال تيست داتا. ال 7 وال 8 وال 9 تعال ادرس لك بقى بالمره الاكستريم تيست داتا ونبقى خلصنا. بص يا هندسه ال 12 دي، ما خلاص بقى ال 13 مش هتتقبل. ال 12 دي يا هندسه اكستريم. ال 12 اكستريم ليه؟ لانها اخر حاجه ممكن تتقبل. بعد ال 12 ال 13 هنخش في الريجكت. دي اسمها اكستريم تيست ديت. طيب الزيرو
لا دي abnormal، الزيرو مرفوضه. طيب تعالى الوان، ايوه الوان مقلوب مقبوله. ليه؟ اكستريم برضو، لان اي حاجه اقل حاجه في يير 1 واعلى حاجه في يير 12، يبقى الاكستريمز بتوعي ال1 وال12. طيب 7 و8 و9 و10 دي نورمال تيست داتا، 19 20 25 دي abnormal test data، 7 بالتكست abnormal test data. يبقى انا بدخل normal test data عشان اتاكد انه هيقبلها، بدخل له abnormal test data عشان اتاكد ان هو بيرفضها، وادخل له الاكستريم اللي هي على الباوندري علشان يعني ساعات الباوندري بيبقى عنده mistake. خلاص يبقى normal test data، data of the right type and within the given range. ال abnormal test data، data of the wrong type or outside the given range. ال extreme at either ends اللي هي ال 1 وال 12. ال live data دي بقى عايز اشرحها. في حاجة كمان اسمها live data، يعني ايه؟ data that has already been used with the old system and has non output and has non outcomes. يعني ايه؟ داتا بتاعت كاستمر حقيقي كان موجود عندي في الشركه، فانا عارف الكالكوليشنز والانفويس بتاعته معموله ازاي عشان اتاكد ان النيو كمبيوتر سيستم از دوينج ذا كوركت كالكوليشن. يبقى يوزنج لايف تيست داتا، live data is data that has already been used in the previous system and has known results. Live data is input to the system and actual results are encoded and compared with the expected result. ما في حاجة اسمها expected result. يعني مثلا الحاجات دي احنا عملناها practical. لما اقول لك مثلا expected انه يطلع البرايس ب 180. ليه؟ لان هي 18 multiplied by 10 تقريبا يعني. فاكسبكتد انها تطلع 180، عملناها دي في الاكسل مره براكتيكال. اكسبكتد تطلع 180 واكشوالي طلعت 180، خلاص يبقى الحسابات بتتعمل صح. دي اسمها لايف تيست داتا. تمام؟ طيب بعد ما عملت التستنج، افرض انا عملت التستنج ولقيت ايرورز، اصلحها بقى ولا اسيب الكمبيوتر بالايرورز بتاعته؟ لازم اصلح الايرورز ديسكفر. امال انا بعمل تيستينج ليه؟ يبقى دلوقتي improve the system as needed as a result of testing. improve the system as needed as a result of testing. لو لقيت mistakes في الديزاين اعمل له improve. لو لقيت errors اعمل له modify. يبقى the next step is to correct any mistakes, data file structure, validation routine, input method, output formats may need to be amended or improved. Testing is important as to improve that the system works as designed. So to modify the system if errors show up, trapping all errors and meet the user expectation. يا شباب احنا دلوقتي درسنا ايه؟ development and testing. احنا درسنا development and testing. تعال نرجع تاني، تعال نرجع تاني الاول للتشابتر. هو التشابتر ده مش بيخلص؟ تعال ندرس من هنا. بص يا ابني انا شرحت لك الاناليسيس ستيج، شرحت لك الديزاين ستيج، شرحت لك الديفلوبمنت اند تيستنج. واضح؟ تعال نخش على الامبلمنتيشن، تعال نشوف بقى ايه المقصود بالامبلمنتيشن. بص الحته دي بقى بزنس بزنس، بس تعال نذاكرها كويس لان بيجي عليها اسئله. خلاص انا عملت الكمبيوتر سيستم، بس في هذه الاثناء الشركه كانت شغاله اولد. ماشي، الشركه كانت شغاله اولد سيستم. تمام. طيب implementation is the changing over to the new system. عايز اترك السيستم القديم واستفاد بقى بمميزات النيو كمبيوتر سيستم. يبقى implementation is the changing over to the new system.
After the system has been developed and tested, the system analyst would want to get the system up and running. عايزه يشتغل بقى. طب تعالى اقول لك الميثودز اوف امبلمنتيشن وذاكرهم كويس، عليهم اسئله كتير. انا ممكن ميثود اسمها دايركت تشينج اوفر، اللي هو اوقف الاولد سيستم واستخدم النيو سيستم، منطقي على فكره. دايركت تشينج اوفر، اوقف الاولد سيستم واخش بالنيو كمبيوتر سيستم، دي اسمها دايركت تشينج اوفر. حلوه وسريعه بس ريسكي. ليه؟ if the new system still have some mistakes data will be lost ومشاكل، يبقى direct change over is fast and cheap بس ريسكي. طب تعالى اقول لك على فكره ثانيه، في حاجه اسمها parallel running. هشغل الاولد سيستم والنيو سيستم هما الاثنين مع بعض for a period of time. ليه؟ to compare results from the new and old. علشان النيو، if the new fails still I have the old system running. انا عندي الشركه كانت شغاله بالورقه والقلم، عملت نيو كمبيوتر سيستم ودلوقتي بعمل التشينج اوفر اللي هي اسمها implementation. ممكن اعمل دايركت تشينج اوفر، اوقف القديم واشتغل بالجديد وخلصنا، بس ريسكي، سريعه جدا وما بتكلفش حاجه بس ريسكي. If the new system has problems data will be lost. طب ما نعمل parallel running، اقعد لمده شهر ولا فتره معينه الاولد والنيو، الاولد والنيو parallel running، تمام. طيب ساعتها بتكلفني وقت ومجهود، بس if the new system fails I still have the old system. وفي حاجات بقى ميكس ما بينهم، يعني في حاجه ميكس ما بين الدايركت تشينج اوفر والبارالل رانينج اسمها فيزد امبلمنتيشن. تعال اقول لك بيحصل ايه. لو انا عندي شركه فيها كذا ديبارتمنت، هدخل الكمبيوتر سيستم في ديبارتمنت واستنى شويه، وبعدين ادخل الكمبيوتر سيستم في سكند ديبارتمنت واستنى شويه، عشان لو حصلت مشكله تبقى في وان ديبارتمنت بس، وعشان برضو يبقى عندي وقت for training gradually، يبقى عندي وقت for training gradually. دي اسمها phased implementation gradually كده حتة حتة. طيب رابع طريقة بقى اسمها pilot running. عندي شركة بقى كبيرة كبيرة ليها branches مش departments، ليها branch، branch في القاهرة وبرانش في اسكندرية وبرانش في لندن مثلا. هعمل نيو كمبيوتر سيستم واجربه في البرانش بتاع القاهره واصلح كل المستيكس، وبعد كده احطه في بقيه كل البرانشز، يبقى دي اسمها بايلوت رانينج، شبه شويه الفيزد امبلمنتيشن. خلاص يا شباب، يبقى دي اسمها ايه؟ تشينج، اسمها امبلمنتيشن. تعال اقرا لك بقى الصفحه ونص وخلاص، ده اللي تشابتر هيخلص إن شاء الله هيخلص. Implementation is the changing over to the new system. Implementation is the changing over to the new system. After the system has been developed and tested, the system analyst would want to get the system up and running. There are four methods. شرحتهم لك. بس لسه الـ advantages والـ disadvantages بتاعت كل method. كله عليك يا باشا. وجه كتير في الامتحانات. دايركت تشينج اوفر، بوقف الاولد سيستم واعمل النيو سيستم على طول. بوقف الاولد سيستم واستخدم النيو سيستم على طول. بارلل رانينج، بشغل الاولد سيستم والنيو سيستم لفتره من الوقت. فيزد امبلمنتيشن اللي انا قلت لك ديبارتمنت باي ديبارتمنت. بايلوت رانينج، بجربه في برانش وبعد كده كل الـ other branches. ماشي يا شباب؟ طيب حلوة، تعال نذاكرهم واحدة واحدة، أديني بحفظك كل كلمة، تعال نذاكرهم واحدة واحدة. Direct change over،
The new system replaces the old system immediately overnight. واضحة؟ بسيب القديم واشتغل بالجديد، واضحة وخلاص. بس ساعتها بقى the new system has to be completely free from error before direct changeover. ده ريسكي يا هندسة. الادفانتجز very quick method direct changeover overnight يا باشا. Fully implementing the new system. Get immediate benefits. Do not have the expense of running the two systems. The direct changeover. But the disadvantage is, لو the new system fails, all the data will be lost as the old system is not available. تمام؟ يبقى دي اللي هي direct changeover. عكسها ما هو كل واحدة عكس التانية. Parallel running the current system and the new system run alongside each other لفترة كده. Advantages there is always the old system to fall back on in the event the new system failing. لو ال new system باظ أنا عندي يا أخي ال old system شغال no problem. Information is not lost as there is always a second copy. Disadvantage expensive بتاخد وقت as two sets of workers have to be employed. تمام؟ طيب اللي بعدها phased implementation اللي هي gradual. Phased implementation اللي هي gradual بجرب الاول في department وبعدين اجرب في department تاني. يبقى the new system is introduced one module or department at a time. The new system is introduced one module or department at a time. Advantages of phased implementation. If the new system fail, you still have most of the old system. لو ده باظ بقية ال departments ما حصلهاش حاجة. وعشان هو department by department, staff can be trained gradually. بس العيب ان هو slow. ما هو انت عندك بقى دلوقتي الدايركت تشينج اوفر فاست. فالفيزد امبلمنتيشن از سلو وسام داتا از لوست. تمام؟ يبقى الفيزد امبلمنتيشن سلو واف ذا سيستم داز نوت ورك بروبرلي سام داتا ويل بي لوست. على فكره الادفانتج والديس ادفانتج بتاع الفيزد هي نفسها الادفانتجز والديسادفانتجز بتاعت البايلوت. البايلوت بيبقى ترايد ان وان برانش اند ذن ذا اذر برانشز كونتينيو وذ ذا اولد سيستم. الادفانتج وان برانش از افكتد اف ذا نيو سيستم فيلز وان برانش كان ليرن فروم ذا برانش اذر برانشز ميستيكس. الديسادفانتج سلو وسام داتا ويل بي لوست. يبقى احنا درسنا اربعة methods اللي هي direct changeover, parallel running, phased implementation و pilot running. وبيجي بقى في الامتحان يا باشمهندس يروق عليك يديك situation ويقول لك انهي method is most suitable. يعني مثلا افرض عندي شركة اهم حاجة بالنسبة لها no data loss. طب I recommend parallel running. Organizations which cannot afford to lose data, يبقى choose parallel running. طب افرض organization تانية محتاجة cheap method. المهم عندها الفلوس. المهم الفلوس. Cheap method. ساعتها direct changeover. وانت اللي تختار بقى يا هندسة ما بيقولكش سمع. ده بيجيب لك situation وانت اللي تختار. بيعتمد على الفهم apply your knowledge. كده بقى اللي تشابتر قرب يخلص فاضل ايه؟ صفحتين وبس. فاضل two stages يخلصوا في 10 دقايق وكده تمام. بعد كده بقى خلاص احنا بنشطب بنعمل documentation يعني ايه؟ user manual. manual يشرح للناس السيستم ده شغال ازاي عشان يتدربوا. يبقى documentation
once the system is developed, خلاص عملنا له بقى parallel running ولا direct change over ولا ايه ماشي، لازم يعمل user documentation. السيستم analyst فاكر اللي هو عارف business واي تي ده، السيستمز analyst لازم يعمل user documentation، كتالوج يشرح لليوزرز how to use the system. مش كده وبس، في حاجه كمان، في حاجه اسمها technical documentation. التكنيكال documentation ده بيشرح البروجرامينج بتاع السيستم ازاي يتعمل عشان لو باظ يتصلح. يبقى انا عندي حاجتين من الدوكيومنتيشن، يوزر دوكيومنتيشن وتكنيكال دوكيومنتيشن. تعال نذاكرهم، دول هياخدوا صفحه. تعال نذاكرهم. اليوزر دوكيومنتيشن يا شباب is intended to help users. اليوزر دوكيومنتيشن ده عشان يساعد اليوزرز. Understand how the new system works. Learn how to use the new system. يبقى اليوزر دوكيومنتيشن ده about learning how to use the new system. بيتكتب جواه ايه بقى؟ ذاكروا الكومبوننتس دي. وفي حاجات معموله بالبولد هقول لك ليه. Purpose of the new system. Limitation of the new system. Hardware and software requirement. How to load, how to run, how to install, how to save file, how to print it. كله how to. ما هو ده user documentation. Sample runs, يعني tutorial كده. Error messages, error handling, troubleshooting guide. لو حصل لك مشكلة تحلها ازاي. Frequently asked questions, أسئلة وإجابات. كل الحاجات دي يا شباب موجودة في ال user documentation. طيب الحاجات دي بالبولد ليه؟ هقول لك كمان دقيقة. في حاجة تانية اسمها technical documentation. ده معمول للبروجرامرز والسيستمز analysts to improve the system, maintain the system, upgrade the system. يبقى technical documentation بقى جواها البروجرامينج السيستم اتعمل ازاي عشان لو باظ اصلحه. يبقى ده معمول للبروجرامرز، اللي فوق معمول لليوزرز. طب ايه الكومبوننتس اوف ذا تكنيكال دوكيومنتيشن؟ بيربز اوف ذا سيستم. ايه ده؟ التلاته دول موجودين فوق وتحت. ماشي، ما هو دول موجودين في اليوزر دوكيومنتيشن وكمان في التكنيكال دوكيومنتيشن. التكنيكال دوكيومنتيشن بقى بروجرام ليستنج، البروجرامينج بتاعه اتكتب ازاي؟ بروجرامينج لانجوج اتكتب بانهي بروجرامينج لانجوج؟ الفلوت شارتس والالجوريزمز، دي فلوت شارتس بيدرسوها طلبه الكمبيوتر ساينس. سيستم فلوت شارت، بروجرام فلوت شارت، فايل ستراكشر، فاريبلز، سامبل رانز اند تيست رانز، فاليديشن روتينز. الحاجات دي كلها تكنيكال موجوده في التكنيكال دوكيومنتيشن. خلاص اتشرحت. اخر حاجه بقى واخلص. اخر ستيج، ما هو انت تعالى هنراجع تاني الستيجز، ذاكرناهم بقى واحده واحده. اخر واحده اسمها ايفالويشن. سمري بقى كده، بقعد مع اليوزرز واشوف هاو ماتش they benefit, how much they like, how much they accept the new system. The system analyst evaluates the new system in terms of efficiency. A new system شغال بطريقة efficient، يعني سهل، يعني ease of use. Efficient و ease of use و appropriateness. Efficient بيعمل الحاجة بأقصر طريقة. Easy to use سهل على الناس. Appropriate مناسب للناس، بيعمل كل الفانكشنز اللي مطلوبة منه ولا لأ؟ لأن لو في حاجات ما اتعملتش هقول إن هو محتاج further improvements. يبقى دي اسمها evaluation. Evaluation strategies. يبقى بعمل evaluation ازاي؟ Compare the solution
with user requirement. لو انتم مذاكرين، لو انتم فاكرين في اول السيشن اتكلمنا على حاجه اسمها user requirement، بحولها هنا لتشيك ليست واتاكد ان الريكويرمنتس كلها اتعملت. يبقى compare the final solution with the user requirement. لو حاجه ما اتعملتش اسميها limitations. في حاجه المفروض تتعمل وما اتعملتش، يبقى السيستم فيه limitations. بكتبها في الريبورت ده في الايفالويشن ستيج بقى اخر واحده. طيب الليميتيشنز دي محتاجه فيرذر امبروفمنت. ما احنا بنراجع بقى بنقفل. analyze feedback from the users of the new system، بعمل انترفيوز مع اليوزر بس of the new system. و compare test results from the new and old system. يعني ايه efficiency؟ Does it operate quicker than the previous system? Does it operate by reducing staff time? بتقلل وقت المجهود بتاع الموظفين. Reduce staff cost، بتقلل عليها الفلوس. يعني ايه ease of use؟ Are all users able to use the system easily and effectively with minimal training؟ محتاج تدريب بسيط، يعني مش محتاج ادربه على حاجات فظيعه. Appropriateness، بيحقق كل النيدز، بيحقق كل الاوريجينال ريكويرمنتس. كده اللي تشابتر خلص. تعال نبص على اللي تشارت اللي في الاولانيه اهي. analysis، بندرس الاولد سيستم ونشوف مشاكله. ديزاين، بنعمل ديزاين على ورق للنيو كمبيوتر سيستم. ديفلوبمنت تيستنج، نبنيه ونعمل له تيستنج اللي هو ايه؟ نورمال تيست داتا، اب نورمال تيست داتا، اكستريم تيست داتا. امبلمنتيشن، ما انا مذاكر. لما يجي يقول لي امبلمنتيشن يعني بارلل رانينج، دايركت تشينج اوفر، فيزد امبلمنتيشن، بايلوت رانينج. دوكيومنتيشن، بعمل له يوزر مانيوال وتكنيكال مانيوال. ايفالويشن اللي هو بقى ايفالويت اند ميك شور ايفريثينج از كوركت. ماشي كده التشابتر بقى اتشرح بالكامل. ان شاء الله نكمل في التشابترز اللي بعد.